مدينة الرسان 12/9/2013. يعطيك العافية. الله يعافيك. عم بثبك بس تحكي لي شو سبب هالدمار الكبير الصاير بهاي البيوت هون؟ والله نزل برميل وطلعنا اولاد من تحت الانقاض هون بعد ما كان نزل برميل من الطيارة. هون من هذا المكان من هناك. طيب صار في اصابات؟ ايه والله طلعنا اطفال. طيب عم فيك بس تحكي لي شو الاوضاع المعيشية بالرسان؟ الاكل الشرب الغذاء، عندكم نقص بالغذاء؟ كثير مو شوي. شو عندكم نقص؟ مثل مي، ما في مي كثير، بالصهاريج يا دوبنا نعبه، بالخبز قليل جدا، يعني خبز ما في قد ما تصور. المواد الغذائية حتى لو في أسعار نار. طيب انتو هون بالرسان عائلتكم، انتو في عندكم حدا متوظف عم يشتغل شيء؟ لا عاطلين عن العمل الكل؟ الكل. طيب بالرسة عندكم هون في مدارس؟ لا ما في شيء، ما في شيء. الحياة يعني معدومة نهائيا؟ خالص قد ما اتوقع. ماشي، يعطيك العافية. مدينة الرسان 12/9/2013. هذا الدمار بسبب القصف من طائرات النظام 12/9/2013 مدينة